أما بعد، فنعود إلى تدبر القرآن العظيم تتبعا لآي سورة البقرة على ما وقفنا عليه من الحقائق الإيمانية والأخبار الربانية التي أخبر بها عن غيب من علمه سبحانه وتعالى عن طبيعة بني إسرائيل وعن طبيعة النفس صفة عامة. وإنما كان بنو إسرائيل في التاريخ نموذجا للخبث ولتمرد الذي قد يقع بقلب الإنسان، أي إنسان، وما من إنسان إلا وهو معرض لهذا لولا لطف الله جل وعلا، كما هو صحيح بالأحاديث والآيات قبل ذلك، كقوله عليه الصلاة والسلام: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه جل وعلا، وكيف أن الهداية هي بيد الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فتواتر هذا المعنى من القرآن العظيم والسنة النبوية، تواتر يعني يطلب الله السلامة والعافية، وقد حدث في التاريخ وما يزال يحدث. يعني ما يقولش الإنسان بأنه هذا الشيء ما كيعنينيش، كلام على بني إسرائيل وقع لهم ووقع لهم، وإلى أن وصلوا إلى مرحلة اللعنة والغضب، فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهم. لأنه العياذ بالله حينما يطرق الكبر قلب أحد كما سبق بيانه، كبر أو المن، يعني نطلب الله السلامة والعافية، الإنسان قد يدخل الشيطان من باب المن، يقول له أنت راك مزيان وصنعت وصنعت وصنعت. ومع الأسف كثير من الجهال بالله كنسمعوا هذا الكلام كيتقال في المجتمع، يعني الإنسان يعجبه يسمع رسول كيتقال عليه أنه تصدق وزكى وحج وكذا الآخره. ومعروف بأنه في الحديث الصحيح البخاري: من سمع سمع الله به يوم القيامة، من شق شقق الله عليه، ومن سمع سمع الله به يوم القيامة. يعني اللي عقد الدين ربي كيعقدوا عليه، يعني طلب المشقة، من شق أي شق على نفسه وعلى غيره شقق الله عليه، ومن سمع من تسميع أي أنه كيسمع للناس الحسنات دياله أو الأعمال الصالحة أو يحب أن يسمعها، كل ذلك وارد. يعني نوع من الرياء يدخل قلب الإنسان، فإذا حصل هذا من الإنسان سمع الله به يوم القيامة، يعني يوم القيامة يفضحه رب العالمين على رؤوس الأشهاد والخلائق إجمعين أن فلانا هذا الذي تعلمون من صلاحه كذا وكذا وكذا، إنما كان يصنع ذلك أرجاء أن يقال عنه، فقد قيل ويحرم أجر الآخرة والعياذ بالله. فإذا أصاب الإنسان مثل هذا المرض، يعني إذا تصاب الإنسان بداء الرياء وداء التسميع وداء المن يمنون عليك أن يسلموا، إذا أصيب بداء المن هذا فإنه معرض لعقوبة الله جل وعلا في الدنيا قبل الآخرة. من العقوبات الدنيوية التي قد تسلط على الإنسان صاحب المن؟ أنه ينتزع الإيمان من قلبه كما تنتزع الروح من المحتضر. الإيمان كيبدأ يتجبد له من القلب دياله كيما كيتنزع الروح من قلب اللي كيموت، ينتزع الإيمان، يعني تخلط عليه الملائكة وتقلع له الإيمان من قلبه وسير شد الريح ديك الساعة. ويجد الإنسان نفسه في شك من دينه وفي حيرة وفي تيه، لا يزال كذلك يتقلب في الضلال حتى يكون من الكافرين بسبب المن، وأنه كان كيتفخم يفتخر كيتفخم على الله سبحانه وتعالى بما صنع. ولذلك ما من أحد هو بمنأى من أن ينتزع الإيمان من قلبه ومن أن يصير إلى أسوأ حال. ولذلك علمنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نسأل الله الثبات، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وحتى واحد ما يقول أنا قادر أفاعل أترك، يعني يبين رسول على أنه آمن بقرار من نفسه وبقدرة على أن يصنع ذلك. صحيح ذلك منك، لكن لأن الله أمكنك من ذلك وألهمك وهداك، ولولا هداية الله جل وعلا ما كنا من المهتدين. ولهذا السر علمنا رب العالمين أن نقرأ سورة الفاتحة عند كل صلاة، لأن من أهم الأشياء التي في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، هذه الهداية العظيمة التي من الله علينا بها وتكرم وأنعم. لا نزال في دعاء مستمر صباح مساء في كل ركعة من الصلوات نسأله جل وعلا برحمته أن يثبتنا على ما هدانا وأن يمكننا من الهدى، كما قال جل وعلا: أولئك على هدى من ربهم، أي ممكنين من الهدى، وإنما الله هو الذي مكنهم لا هم الذين مكنوا أنفسهم، لأن هذه الأحوال لا يقدر عليها الإنسان، ولكن الله عز وجل هو الذي يهدي من يشاء سبحانه وتعالى. فإذن هذا الذي حصل لبني إسرائيل، يعني هم نموذج سيء من أسوأ النماذج البشرية، لأنهم كانوا يمنون
على موسى عليه السلام ويمنون على الله جل وعلا ما صنعوا مما صنعوا، وما صنعوا من الخير قليل جدا. ولذلك الله عز وجل عاقبهم بأن نزع الإيمان من قلوبهم، نزع الإيمان من قلوبهم والعياذ بالله، وأورثهم نفاقا وكفرا إلى يوم القيامة كما سيتضح بإذن الله جل وعلا. وذلك حينما قال سبحانه: بيس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. والله السلام عليكم. بئس 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 ما اشتروا به أنفسهم، بئس ما برور كما نقرأ في المغربي، بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، لأنهم داروا بيع وشراء، دخلوا في صفقة وعقدوا عقدا عقدا خاسرا 100%، عقد بيع وشراء خاسرة 100%، انتحار. وهذه الآية ترجع على ما قبلها من قوله جل وعلا: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم، ذاك اللي تكلمنا عليه بتفصيل من الاستكبار الذي قد يصيب النفس، استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، إلى أواخر ذلك حينما قال جل وعلا بعد طبعا بآيات في السياق: بئس ما اشتروا به أنفسهم. يعني الإنسان باع نفسه، يبيع نفسه، وهم هنا اشتروا بمعنى باعوا، هذا كيتسمى في العربية من الأضداد، يعني كلمة واحدة كتعني المعنى ديالها والمعنى ضده، فاشترى كما كنفهموها بالعامية المغربية وهي عربية أيضا، اشترى زعما شرى، شرى شي حاجة. وأيضا في العربية اشترى بمعنى باع، كتستعمل بمعنى شرى وبمعنى باع، شرى واشترى واحد في العربية، كما قال جل وعلا في سورة يوسف: وشروه بثمانين بخس، شروه، شروه بمعنى يعني باعه، ماشي شروه الأخرى. وحتى اشترى فيها نفس المعنى، أي أنها مشترك الدلالة، فهنا جات بالمعنى ديال باعوا ماشي شروا. بئس ما اشتروا به أنفسهم، أي بئس ما باعوا به أنفسهم، قبطوا الأنفس ديالهم وباعوها. أشنو شروا؟ شروا الكفر، واحد الكفر من نوع خاص. بيس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله، هذا هو الثمن، الثمن هو أن يكفروا بما أنزل الله. وعلاش كفروا؟ بغيا، البغي هو الظلم، الظلم البغي، بغيا أو أيضا إرادة، بغاو بمعنى أرادوا، يعني كما نستعملها بالدارجة العامية المغربية وهي فصيحة أيضا، يعني فيها المعنى ديال البغي اللي هو الظلم، وفيها البغي بمعنى أنه أراد الشيء يريده، بغى يبغي أي أراد يريده، وأيضا ظلم يظلم، وبجوج حاصلين في هذا المعنى ديال بني إسرائيل. شنو بغاو؟ أو بما ظلموا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، يعني رفضوا وما عجبهمش الحال أن الله تعالى ينزل القرآن على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، بغيا أن ينزل الله من فضله، وإنما الدين تفضل من الله وإكرام ونعمة من فضله، والإنباء يعني النبوة كينزلها كرم منه للي بغى هو سبحانه وتعالى من عباده، فمن على عبده سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالنبوة فلم يروق ذلك بني إسرائيل فبغوا، بغي أن ينزل الله من فضله على من يشاء، المشيئة ترجع إلى الله، هو اللي كيختار سبحانه، يفعل ما يشاء ويختار، هو اللي كيختار العباد. ولذلك من أسماء سيدنا محمد المصطفى، وكل الأنبياء مصطفين أخيار، يعني مختارين، مصطفى اسم مفعول وقع عليه الاصطفاء وقع عليه الاختيار، الفاعل المختار المصطفي هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فواحد تدخل بليد وسيء، سيء الأدب قامت به بنو إسرائيل، فين تدخلوا؟ كي تدخلوا في الإرادة ديال رب العالمين، يفتيوا على الله هاكي تدير، لا ماشي هاكو خصك تدير، لا النبوة جيبها هنا، علاش جبتها هنا؟ يعني ظلم كبير، بغي أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب، غضب قديم بما قتلوا وكذبوا، قتلوا الأنبياء وكذبوهم، وغضب جديد مستمر عليهم إلى يوم القيامة بما كفروا بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فباءوا بغضب على غضب، تراكم الغضب عليهم، الغضب الذي كان على آبائهم وأجدادهم واستمر في نسلهم، لأن النفسية الخبيثة بقت في الأولاد وولد الأولاد إلى يوم القيامة. ثم أضافوا إلى الغضب القديم غضبا جديدا نزل عليهم من عند الله والعياذ بالله، بما أنكروا وجحدوا نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وكانوا على يقين، ما كانش عندهم جرام ديال الشك،
شو من الغرائب سبحان الله عظيم. يعني اليهود في زمان سيدنا محمد ما كانش عندهم ولا قليل من الشك في أن سيدنا محمد نبي، كلهم كانوا عارفين باليقين بأن هذا الرجل هذا نبي، وهذا الكلام اللي كيقول كلام الله ما فيهاش الله، وكي ما بغيناش ماشي ولد عمنا ماشي إسرائيلي عربي. غريب يعني، عقلية خبيثة من أخبث الأجناس والنفسيات والثقافات. يعني الثقافة الدينية ديالهم المحرفة ثقافة التمرد، هكذا داير اليهودي متمرد. ولذلك اليهودي في طبيعته ونفسيته، النفسية ديالو كما يعبروا لهم السيكولوجية ديالو، ما يتمشى ويتواطى ويستقم غير إذا نزلت عليه المطرقة. ولذلك كان موسى عليه السلام، وما أدراك ما موسى، قد اصطفاه الله جل وعلا قويا. كان سيدنا موسى عنده واحد القلدة ما شاء الله، يعني لا ضرب الواحد فهو كزه موسى فقضى عليه ضربة واحدة يقتله. ولذلك سيدنا موسى كانت عنده قوة بدنية وقوة شخصية معنوية، كان واعر يعني قوة كبيرة جدا. غير هو غاب وخلى أخوه هارون وهم يتمردوا على هارون، استضعفوا هارون، استهشوه يعني من القوم استضعفوني صافي، ودازوا فيه واتخذوا العجل فعبدوه وقالوا لنبرح عليه عاكفين، يعني بقوا هكاك حتى يرجع إليهم موسى. يعني الله عز وجل وهو العليم الخبير كان خبيرا عليما بطبيعة يهود، فأرسل لهم نبيا يصلح فعلا لقيادتهم. ولهذا رب العالمين لم يزل في القرآن الكريم يفضح نفسيتهم وخصائصهم النفسية الشخصية التي تمثل وتترجم ثقافتهم الدينية المنحرفة التي توارثوها أبا عن جد وحفيدا وخلفا عن سلف. وهذا شيء مهم جدا باش كيعرف المسلم حقيقة التاريخ الديني الذي كان بين المسلمين وبين غيرهم من الأمم، وكيف كانت العلاقات التي كانت في الماضي ولا تزال تؤثر على الحاضر ولن تزال تؤثر أيضا على المستقبل. وبغير باب القرآن لن يفهم الصراع أبدا الدائر بين المسلمين وبين اليهود إلى يوم القيامة. بلا هذا الكتاب العظيم القرآن الكريم بدونه مستحيل، أقول مستحيل بالاستحالة المطلقة، أن تفهم الشخصية الإسرائيلية المتعنتة أبدا لن تفهم إلا بالمفاتيح القرآنية، لأن مفاتيح ديال رب العالمين هو اللي عنده السوارت ديال المخ ديال اليهود، لأنه هو اللي خلقهم سبحانه وتعالى، وهو الذي جل وعلا يعني عرف خباياهم بما علم بعلمه القديم وبما قص علينا من قصصهم. وما قص علينا ما قص سبحانه وتعالى إلا لنعرف نحن خطورة الأمراض التي قد تتطور، أمراض نفسية ذات صبغة دينية التي قد تتطور في النفس الإنسانية لتجعلها من أسوأ الخلائق ومن أشذ الكائنات. يعني ممكن هذا الشيء كما كنقول دائما يوقع للمسلم باش الإنسان ما يتفخمش على الله وما يمنش، بل يحمد الله أنه من المسلمين ويبادر نفسه، يبادر يمشي يعني يسبق للنفس دياله يعالج ما قد يتطور بعد إلى مثل هذه الصور الخبيثة السيئة. ولذلك الإنسان المسلم مطالب فعلا باش يعالج نفسه من ذيك الأمراض اللي كانت عند اليهود واللي بدأت صغيرة وكبرت حتى تطورت وصارت إلى ما صارت إليه من التقتيل والتكذيب والتجيل من الدجل الإعلامي وقلب الحقائق. كل ذلك بدأ بنفسية الهوى ثم بنفسية الكبر، وهذا الذي لم يزل الله جل وعلا في كتابه يفسره ويوضحه لنا كما في هذه الآية: بيسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. هذه حقيقة من الحقائق القرآنية العجيبة، يعني أن الله تعالى كيخبرنا بأنه ممكن الإنسان، ممكن الإنسان يبيع رأسه حقيقة. بئس ما اشتروا أي بئس ما باعوا، كما قال الإمام الطبري في مختصره رحمه الله، وعليه عامة المفسرين بعده حتى ابن كثير رحمه الله نفس الكلام. بئس ما اشتروا يعني باعوا نفسهم، يبيع الإنسان راسه. وفوقاش كيتسمى باع؟ من اللي كيعرف الثمن. العقود يعني العقود معروفة في الفقه أن من شروط ديال العقد أن تكون الأركان ديال العقد سليمة وعلى رأسها الثمن والمثمن، سليمة من الجهالة. يعني عارف اش كتبيع وعارف اش كتشري، عارف اش كتبيع وعارف اش كتشري، يعني الثمن معلوم والمثمن معلوم. ومعروف بان من العقود الباطله انك تشري شي حاجه بواحد الثمن غير معلوم، نشري منك هذه بشي حاجه غادي نعطيها لك من بعد، عقد باطل. او تشري شي حاجه رمانه مغمضه يسميوها، تشري شي حاجه بثمن معلوم ولكن هذيك الحاجه ما معلوماش في وسطها شي حاجه هي اللي كتشريها، عقد باطل. فاذا هما كانوا عالمين اش بايعين وعالمين اش شاريين، بايعين رؤوسهم
وشاريين الكفر. ولكن علاش عندهم واحد الثقافة عوجة؟ داكشي باش كنت كنهاجم الثقافة الدينية اليهودية، لأن ثقافة محرفة سيئة هي اللي علمتهم التعنت والكبرياء في الأرض. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. يعني العقلية أو الثقافة اليهودية كتعتقد جهلا وظلما أيضا افتراء على الله عز وجل أنهم يديروا الجرائم اللي بغوا، جرائم كلها يديروها ماشي مشكل، لأنهم كيفهموا وكيعتقدوا بأن بلادهم كله النصارى والمسلمين، النصارى أيضا والمسلمين والمجوس كل شيء خلقهم الله باش يخدموهم هما، لأنهم شعب الله المختار، هكذا عقائدهم الباطلة. ولما يديروا الجرائم يعني كل هالجرائم يعني يعذبهم الله تعالى بعقيدتهم فقط المدة اللي عبدوا فيها العجل، يعني ديك 8 أيام أو 40 يوم على حسب ما وقع من عبادة العجل من طرف أو من لدن آبائهم وإجدادهم، هذه هي المدة، وبعد ذلك يدخلون إلى الجنة جميعا صالحهم وطالحهم. وهذا كذب، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، افتراء على الله عز وجل. يعني واحد الخلفية ثقافية خطيرة جدا مدمرة كتشكل العقلية ديال اليهودي. ولذلك أحذر أيضا أن راه هادشي كيقدر يوقع للمسلمين، وقد وقع العقلية ديال الخوارج راه بحال هكا دايرة، كتلقى بعض الأحيان واحد الفهم سيء للدين، فهم سيء غلط، فهم غلط وما كيتحققش منه الإنسان صافي، بمجرد ما يرسخ في ذهنه الاعتبارات النفسية واجتماعية واقتصادية، واحد عدد ديال الأشياء كتخليه يعجب ويفهم واحد الفهمة معينة، فإذا به يصدر التكفير على الناس بالجملة بلا تحرين ولا تثبوت. وهذا من أخطر الأمراض اللي كيمكن تصيب المسلمين أيضا، وقد أصابتهم في التاريخ القديم وتصيبهم اليوم. مشكل حقيقة، راه المخ كيكون فعلا مشوه، الفهم فيه مشوه، ما خص شاي الفهم ديال الدين يرتبط بالهوى. راه هادشي اللي وقع لبني إسرائيل حقيقة. أنا أعطيكم واحد المثال، الإنسان كيقدر تكون عنده ظروف سيئة، يحسن عوانه ماشي يعني راه بخير، لا، كيقدر يكون مظلوم اجتماعيا ومظلوم اقتصاديا ومظلوم سياسيا بجميع المقاييس، اش كيوقع له؟ كيقدر من حيث لا يشعر ولا يدري، اما انه كيدير رد فعل كيفسق ويفجر ويولي قطاع ديال الطريق، يعني يولي يجريسي عباد الله ويذبح عباد الله ممكن، او كيدير العكس كيقدر يدين. ولكن اش كيكون واقع له؟ هذا الشيء راه نفسي، نفسي يعني مبني على استقراء ودراسه. كيوقع له انه علاش جا للدين؟ ماشي باش يعبد الله، لا، جال الدين باش يفرج على النفسية ديالو، يعني كي يخرج في الدين هذيك المكبوتات ديالو، فإذن كيبدأ يقلب في الدين على واحد المنطق اللي به كينتقم لنفسه، به كينتقم لنفسه، فكي يعجبه يسمع أنه كين مثلا واحد الفكر كيكفر الناس، كيرتاح لهذاك الفكر وكيمشي يكفر الناس. علاش؟ لأنه مظلوم، وماشي ماشي مظلوم حقيقة، ولكن ما تحلش المشكلة ديالك على حسب الدين، ما تحلش المشكلة على حسب الدين. شنو كيوقع لكثير من الناس مع الأسف الشديد؟ يعني كيكون مظلوم اجتماعيا ولا مظلوم اقتصاديا وسياسيا، يعني مهمش مكرفص، ظروف فعلا سيئة جدا فاش عايش، فكيحل المشاكل ديالو بفهم، كيفهم هو واحد الفهمة معوجة للدين، ويبدأ يصدرها ويصرفها، يصرفها في المجتمع، ويجيز قتل الأبرياء، ويمكن يوصل لأشياء خطيرة جدا في الفهم المحرف. ولذلك الدين الحقيقي هو الذي نصفيه من الأهواء. علاش راك مدين؟ لأعبد الله وحده، كاين تعتبر اخر، وهذا كان هو السبب باش كان ارفع مراتب التدين الاخلاص. الاخلاص ماشي كان الدين باش نحل مشكلتي، الدين راه يحلك مشكلتك بجهة الله، ولكن بالتبع لا بالأصالة، ماشي جاي للدين انا باش نحل مشكلتي الاقتصاديه والاجتماعيه، الدين بجهة الله كيدير هذا الشيء، ولكن ماشي هذا هو السبب اللي خصو يجيبك للدين. يجيبك الدين حق الله عليك، هل اللي خصو يجيبنا الدين حق الله أولا، هو الذي خلقنا وهو جدير بأن نشكره، لأن خلقت راسك ما خلقت نفسك، فلو خلقت نفسك كنت إلها، لو خلقك أحد غير الله استحق أن يعبد من دون الله، أما وأن الله هو الذي خلق ما خلق من الخلق أجمعين فقد استحق جل وعلا بمقتضى أن خلق استحق أن يعبد من دون العالمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، من هو؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. ما طلب القرآن ولا السنة من الناس التوجه إلى الله بالإيمان والاعتقاد والعبادة أساسا إلا بما أن الله خلقهم، وكلما كفر الإنسان أو فسق أو فجر ذكره الله بالنعمة الأولى. النعمة الأولى من ناحية الزمنية، يعني أقدم نعمة أنعم الله بها على الإنسان خلقه.
قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خرقه. أول حجة كيجيبها رب العالمين يحج بها الإنسان، يقول له أنا خرقتك أنت باقي تكفر. فلذلك هذا هو الأصل اللي خصنا نتوجه به. الله سبحانه وتعالى هو خالقنا الذي أبدعنا ولم نكن شيئا مذكورا، ثم هدانا. كان ممكن يخلقك ويلحك يرميك هكذا لقا، لا تجد لك هداية ولا قبلة ولا اتجاها، تبقى ضايع تالف. خلق ورزق وهدى، يعني أنعم بما لا يمكن إحصاء النعمة ولا عد الخيرات والبركات النازلة من عنده سبحانه وتعالى. فإذن نعبد الله بما استحق جل وعلا أن يعبد، استحق هو سبحانه وتعالى باش يتعبد. ماشي كنجيو للدين باش نحلوا مشاكل ديالنا، ونجيو للدين يعني نلوثوه نوسخوه بالأهواء ديالنا ونلونوه بالرغبات ديالنا احنا. ولذلك حقيقة الأهواء من اللي تخلط بالدين كيخسر الدين. لا يستقيم الدين الاستقامة الحقيقية ولا يصفو إلا إذا صفى من الأهواء حقيقة فعلا، إلا إذا صفى من الأهواء. ولذلك التجرد لله في كل أمر مطلوب وهو الإخلاص. وما سمى الله جل وعلا صورة قل هو الله أحد بالإخلاص إلا لأن غاية التوحيد، لأن قل هو الله أحد كما بينا وفصلنا فيها التوحيد، إلا لأن غاية التوحيد أن تصل إلى درجة الإخلاص لله، أي تصفية القلب من كل الشوائب في طريق عبادة الله، فلا تعبد إلا الله جل وعلا. حقيقة هذا الإسلام نقي ونظيف جميل جدا، تلقى فيه الراحة وتلقى فيه المتعة الحقيقية، لأنك آنئذ تكون لله وبالله لا لأحد سواه سبحانه وتعالى. أما لما النفس كتبدأ تخلط الأهواء ديالها بالدين وبالحقائق الفقهية وتدير الفتوى اللي تناسب لها القناة ديالها، لأنك تعالج لها واحد العقدة نفسية معينة أو تنتقم من خلالها بشكل لا شعوري، كيسيقش الإنسان الخبر لنفسه، ينتقم من خلال فتوى معينة لنفسه ولوضعيته وللظلم الواقع عليه، فهذا ليس بدين، هذا مش الدين، هذا وإنما هو بداية المرض الذي وقع على بني إسرائيل. هذه بداية المرض بالضبط الذي وقع على بني إسرائيل، لأن اليهود حتى هم عبر التاريخ ضطوه يضو تمحنوا تكرفسوا، ذبحهم فرعون تذبيحا سنوات حتى جاء المخلص وهو موسى عليه السلام، هو اللي حرر اليهود من القبضة الفرعونية، وأرسله الله عز وجل، يعني سيدنا موسى أرسله الله إلى طاغية مباشرة، اذهب إلى فرعون إنه طغى، مباشرة إلى طاغية باش يحرر اليهود منه، لأنهم ظلموا قتلوا يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، يعني عذاب بدني ونفسي عظيم جدا. وبعد ذلك كانوا في التيه، وأيضا تكرفصوا في القدس، قبل ذلك تكرفصوا في اليمن، فيما مشوا اليهود كانوا مضطهدين عبر التاريخ العهود الأخيرة. لكن لما كيملكوا ما كيبقوش متوازنين، لأن الثقافة ديال الاضطهاد سكنهم، كيوليو يعالجوا العالم أو يعاملوا العالم، كينتقموا من العالم بالتاريخ ديال الأمومة واللي جا قدامهم كيدوزوا فيه فهذيك اللحظة بواحد شكل رهيب جدا. ولذلك اليهود عندهم نفسية انتقامية. هذا ماشي دين نهائيا، ولهذا الثقافة اليهودية اختلطت بهذا التاريخ المريض اللي كان عنده. المسلمين في معظمهم عبر التاريخ ربي تعالى نجاهم من هذا المرض هذا، إلا طوائف شاذة بحال الخوارج، اللي يعني وقع أنهم خلطوا العقائد ديالهم بالمشاكل ديالهم، فأصدروا في الناس فتاوى التكفير وقتلوا وذبحوا النساء أو الشيوخ أو الأطفال، شيء غريبة جدا وقعت في التاريخ ولا تزال تقع. فإذا البداية كتبدأ من هنا، أن الإنسان كيبدأ يحل مشاكله بالدين، يعني يحل مشاكله مع الناس بالدين، أي بمعنى أنه كيجعل الدين مطية وواحد الأسلوب باش كيعالج المشاكل دياله ويحسن الوضعية دياله المرضية، وهذا أمر خطير جدا. بيس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغينا ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. يعني أن يوصل الإنسان يرفض قدر الله. الله قدر أن ينزل القرآن على رجل من غير بني إسرائيل ويصلوا لها الدرجة، هذه معناه أنهم وصلوا فعلا لواحد الدرجة خطيرة جدا. أنا قلت بأنهم كانوا عارفين بأنه نبي وأن هذا القرآن كلام الله جل وعلا، حتى لدرجة أن كان بعض أحبار اليهود الفقهاء ديالهم إذا مروا ببعض اليهود الذين أسلموا ككعب رضي الله عنه وأرضاه كيدوزوا على شو واحد من اليهود اللي يسلموا كيقولوا ليه أفلان تبت على هذاك الدين، راه هذاك هو الحق، الشيء اللي عندنا راه غير خريف، وهما ما يسلموش، يعني واحد التناقض خطير جدا عجيب.
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ لأن التوراة فيها تصديق لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ومن اللي كانوا كيدبزوا بيناتهم كيدبزوا اليهود بيناتهم، لما كيمشيو يتحاكموا كيمشيو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، عارفينو أعدل الناس وهو الأمين، لأن عارفينو رسول، عارفينو ما غاديش يظلم. ولكن فوقاش يمشيو له حتى يدبزوا بيناتهم، عاد يمشيو لعند سيدنا محمد يقولوا سيروا لأبي القاسم. هذا الشيء كله باش نبينوا بأن اليهود كفروا وهما عارفين الحق، يعني باعوا وشراوا، واحد البيعة وشريا، البيضاء كيعرفوها والثمن كيعرفوه، باعوا نفوسهم وشروا الكفر وعارفين الكفر، مش ما عارفينوش. ولكن هذاك الكفر يعني داخل عليهم بالهوى، النفس ديالهم باغيه لواحد الدرجه مرضيه. شنو هذا الكفر؟ بيس ما اشتروا به انفسهم اي يكفروا بما انزل الله، سبب بغي ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. يعني ما بغاوش القران ينزل على سيدنا محمد، بغاو القران ينزل عليهم هما على بني اسرائيل. يعني شنو في نهايه المطاف الدين كان عند اليهود؟ الدين كان عند اليهود عصبيه، ما كانش عباده، لانه لما كانوا كيوقع لهم نقاش مع الاوس او الخزرج او المشركين ديال قريش، ملي يدبزوا مع قبيله من قبائل العرب لا من المدينه او مكه او غيرهم، كيهددهم كيقول لهم مازال يتبعث واحد النبي، لان في التوراه عندهم راه غادي يجي وغادي يعني نتبعوه ونهجمكم ونقضوا عليكم، هكذا الكتب ديالنا كتقول. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. يعني جاء القرآن قالوا وهذا، خرج سيدنا محمد قالوا وهذا، ولكن ما بغيناش يكون عربي، بغينا يكون يهودي من بني إسرائيل. يعني إيش معنى هذه المضادة مع رب العالمين؟ فالدين في نهاية المطاف كان عندهم ولا عصبية، الدين ولا عصبية. هذه واحد القصة وقعت في أمريكا في هذا القرن اللي فات، القرن العشرين، قصة راه مكتوبة بالعربية اللي بغى يقراها، قصة ديال مالكوم إكس. يعني من القصص العجيبة، حقيقة غريبة جدا. معروف أن الأمريكان البيض كانوا كيحقروا الأمريكان السود الزنج اللي أصلا خطفوهم من أفريقيا واستعبدوهم واحد المدة عندهم، وبقي الآن في وضعية استعبادية، غير كاين واحد الرتوش مزوقين به العارضة لا أقل ولا أكثر، وإلا في الوضعية ديالهم بقي محنة بزاف. بدأ الإسلام كينتشر في الأمريكان الزنوج السود، ولو يسلموا بزاف، لأنه لقوا في الإسلام أنه كيقاد بين البيض والكحل بحال، ولقوا المسلمين فيهم بلال مثلا، ولا يعني ما كاين فرق بين عجمي ولا عربي ولا أسود ولا أبيض إلا بالتقوى، وبدأوا يسلموا. لقوا هذه العقيدة كتعالج لهم واحد الواقع اجتماعي نفسي. وهذا الشخص هذا مالكوم إكس أصلا سلم في الحبس، لأنه كان مجرم كيقطع الطريق ودير الغريب، فيعني أدخل السجن، وجاء واحد الداعية من الدعاة أنا إذ الإسلام ودخل عليه الدول الإسلام في السجن. لكن الشيء الغريب أنه الدين كما خدوه في ذيك المرحلة خدوه مقلوب. علاش؟ السبب هو اللي كان واقع البني إسرائيل، خدوه باش يعالجوا المشاكل ديالهم، ماشي باش يعبدوا الله، باش يعالجوا المشاكل. ولذلك خدوا الدين مقلوب، يعني رأسا على عقب، وبدوا كيزيدوا فيه. من الأشياء الغريبة التي ذكرها في مذكراته رحمه الله، لأنه تريق له الفهم دياله فيما بعد، ومتى على خير إن شاء الله، نسأله الله أن يكون كذلك. من الأشياء اللي وقعت له أنه كانوا كيعتقدوا هو والطائفة دياله بأنه الإسلام هو غير الدين ديال الكحل مش ديال البويض، وكان خطيب يخطب يعني خطاب مؤثرة جدا، لدرجة أنه الأمريكان البويض ولو تأثروا به. وباقي نتذكر يعني واحد اللقطة عجيبة، أنه جات واحد الأمريكية بيضاء يعني عجبها هذاك الشيء وبغات تسلم، قالت له واش يمكن لي نساعدكم في شي حاجة؟ هو شاف لقاها بيضاء قال لها لا، يعني الدين غير ديال الكحل ماشي ديال البويض. فهذا شيء خطير جدا، ويعني وكيحكي هو مسكين رحمه الله التوبه ديالو الثانيه، يعني باش غادي يشد الاسلام الصحيح قدر الله عز وجل مشى للحج، في الحج غيشوف الناس. فكيحكي واحد المشهد عجيب، ان تلاقى بالشيخ امين الحسيني رحمه الله مفتي الديار الفلسطينيه، كان يجي للمغرب، هذا كان يجي للمغرب الستينات، الشيخ امين الحسيني مفتي الديار الفلسطينيه مات رحمه الله، وهو إنسان شامي، يعني فلسطين، لبنان، سوريا، الشام، فيهم بزاف الناس بويض بحال الشكل الأوروبي وعينهم زرق. فيعني قدموه ليه هذا مالكوم، هذا قدموه للشيخ أمين الحسيني، قال واحد الأمريكي مسلم من الزنوج الأمريكان فرح به الشيخ أمين، وعنقوا واحد تعنيقة حارة وكبيرة، ملي تلقوا شاف فيه هذاك شافها عينيه زرق، دي تعجبها المسلمين حتى هما فيهم عينهم زرق. فيعني جاء واحد العجب تما، بدات المفاهيم كتقلب له في المخ ديالو، واكتشف بانه كان فاهم الدين كله مقلوب، ورجع لامريكا بالاسلام صحيح، وبقى كيقول الاسلام ديال الكحل وديال البيض بحال. لما بدا الاسلام صحيح قتله اغتيل، لانه تما غادي فعلا يبدا الحق. ملي كان عنده الاسلام مقلوب غير يمشي هكاك ماشي مشكل. فلما جاء بالحق الكامل قتلوه، وهذه الخدمه ديال اليهود معروفه، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. قل
قلت اشنو هادشي كله راه مهم لينا، لانه ما خصناش نخلطوا النفسيات ديالنا بالحقائق الدينيه. راه لما تخلط النفسيه المريضه المضطهده، لما تخلط النفسيه المريضه المضطهده بالدين، راه كتقلب على الاتجاه اللي تخدم الدين لصالحها والاهواء ديالها. الاهواء اخطر ما يدمر الدين الفردي والجماعي. الاهواء الاهواء الاهواء. فلذلك يعني الهوى وصل باليهود انهم يتعارضوا مع رب العالمين، يقولوا له لا لرب العالمين، وقالوا سمعنا وعصينا. شكون اللي قد يقول هذه في التاريخ؟ قالوا اليهود بسبب تمكن الاهواء من قلوبهم. الاهواء اخطر شيء يمكن ان يدمر وان يعصف بالحياه الايمانيه للانسان. ولذلك الهوى اله يعبد من دون الله. وثن افرايت من اتخذ الهه هوى، يعني وصف عجيب. الله تعالى مش غير هكذاك وصف الهوى، وصفه بانه اله وثن صنم يسكن القلب ويعبد من دون الله جل وعلا. ولهذا راه رب العالمين يحكي لنا هذه القصص في القران ماشي باش نتسلاو بها، يعني نتمتعوا بها بحال راح نسمعوا الازليه او العنطريه، لا ابدا، شي ماشي صحيح. وانما قصص القران تشريح نفسي واجتماعي للنماذج البشريه بما لا يستطيع احد ان يقوم به من المحللين والدارسين. كشف غريب جدا ودقيق وعجيب الخبايا ديال النفس الانسانيه. يعني اللي بغى يشوف نفسه في القرآن يعني حقيقة يقرأ القصص القرآني. والله يا أخي لما تقرأ قصص الأنبياء ومن معهم من الصالحين والطالحين تبدأ تبلك النفس ديالك، تبدأ تبلك يعني بالأشياء الموافقة والمخالفة، وتبدأ تكتشف الثغرات ديالك. يعني نفسك تراها كما تراها في المرآة. والآن يعني ما كاينش جهاز طبي لكي يكشف النفس، ما موجود شيء طبعا، لأن النفس غيب. سكانيرات وكذا تكشف يعني الدقائق، الخلايا الدماغية والخلايا الجسمانية والهضمية والدموية والتنفسية، كل شيء الآن كيتصور إلا ما شاء الله. إلا النفس مستحيل أن يكون عندها كشاف أو راديو أو مسبار، لأن الله تعالى بما جعل النفس كائنا روحانيا غير قابل للقياس، ما كيخضعش للقياس والعد ولا الصبر والتشريح. جعل لها كتاب، القرآن الكريم كتاب النفس الذي يفسرها الذي يكشفها، يعني سكانير ديال النفس كاين في القرآن الكريم حقيقة، شيء عجيب جدا. ثم كيوصف المرض، هذا المرض فين كاين، واحد الشكل دقيق جدا، وكيفاش بدا، وفين تطور، وهالمرحله اللي كيقدر يوصل لها، وهالمرحله اللي كيتعالج فيها، وهالمرحله اللي كيصعب فيها العلاج ديال المريض فيها. ويحذرنا اسلوب ديال القران دائما كيعطينا البدايات البذرات باش نعالجوا انفسنا بالوقايه، الوقايه اللي هي العلاج الحقيقي للادواء جميعا، يعني الامراض كلها والنفس قبل ذلك وبعد ذلك. ففعلا يوصل الانسان يعني ينتحر انتحار الابدي، كينتحر الانتحار الابدي يعني كيخسر الاخره ديالو في خطره. يوصل الانسان بهذه الدرجه بسبب المرض ديال الهوى. بئس ما يعني بئس، اسلوب ديال الذم، اسلوب عباره تدل على الذم، يعني في اسوأ صوره واقباح مشاهده، يعني حاله نفسيه مذمومه سيئه منحطه ساقطه ما بقيش فلس منها واسوأ منها. لما يوصل الانسان لدرجه انه يبيع نفسه باش يشري الخراب، نفسه كلها يخسر الدنيا والاخره ديالو من اجل هواه، باش يعطي الهوى ديالو الخاطر ديالو ويكون على خاطره من حيث الهوى. بيس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله، يكفروا بالقران ويكفروا بسيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. علاش؟ فقط لانه السبب ابغاوا باش الله تعالى ما ينزلوش على سيدنا محمد، ينزلوا عليه امومه. شيء غريب جدا والله، هذا من اغرب الاشياء التي تدل على سوء الطويه التي انطوى عليها هذا الجنس من الناس. بيس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب. وللكافرين عذاب مهين، ان هادو قالوا مخصوم الاهانه، فاهانهم الله جل وعلا بعقوبه منه، وهذه العقوبه هي الغضب. يعني الغضب حقيقه من اسوا العقوبات الربانيه، نعوذ بالله من غضب الله. يعني ان رب العالمين اذا غضب على امرئ لا ينظر اليه يوم القيامه ابدا. والخطير انه كيزيد يملي له ويمده في الغي والضلال في الدنيا، يعني كيزيد يمكله في الدنيا ويعطيه اسباب باش يزيد يطغى، باش كيجمع له فعلا العذاب الاشد. وهذا من الاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. واملي لهم ان كيدي متين، اسال الله العافيه من املائه واستدراجه وكيده.
ونسأله رحمته وعفوه جل وعلا. فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. لما كيجيهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أو يجيهم الصحابة يقولهم يا بني إسرائيل وأنتما اللي كان فيكم موسى وعيسى ومن بينهما من الأنبياء والرسل، وهذا سيدنا محمد خاتم الرسل وجاب داك الشيء اللي عندكم، اللي عندكم كيصدقوا ما كينكروش، مصدقا لما معهم. لا يكمل إيمان المؤمن إلا بالإيمان بالتوراة وبالإنجيل وبالزبور وبكل الكتب وبكل الرسل. غير مقبول من مسلم ما يأمنش بسيدنا موسى أو ما يأمنش بسيدنا عيسى أو بسيدنا داود أو واحد من الأنبياء، مرفوض بالكفر صريح بواح. شي واحد يقول أن أمن غير بسيدنا محمد سيدنا عيسى ما أمنش به كافر. واجب في العقيدة، في العقيدة المتواترة، أن تؤمن بكل الرسل. قال فأخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره الآخر. وكتبه كلها ورسله كلها ما علمت منها وما لم تعلم. اللي علمته بحال التوراة والإنجيل كتقول آمنت به، واللي ما علمتوش كدير ليه إيمان إجمالي كتقول آمنت بما أنزل الله كله واخا ما عرفوش، مهم ياك نزل الله تعالى راني آمنت به. في المصدر ديالك القرآن، القرآن الكريم أخبرنا بما أنزل الله على الجملة وعلى التفصيل، يعني اللي فصلها الله تعالى وبغي يخبرنا بها راه فصلها، قال التوراة، قال الإنجيل، قال صحف إبراهيم، قال الزبور ديال سيدنا داود، كل ذلك ذكره. وكاين أشياء أجملها لم يفصلها مما لم يقصص علينا، رسول لم يقصصهم علينا، ماشي كل شيء الرسول خبرنا بهم، كاين رسول ما سقنا لهم خبر. فنؤمن بذلك، نقول هنالك رسول أرسلهم الله عز وجل إلى أقوامهم لم يقصصهم علينا، نحن نؤمن بهم بما أخبرنا القرآن الكريم. ولذلك واجب على الإنسان أمن بالتوراة وبالإنجيل وبالزبور على أنها في الأصل، في الأصل كانت كتب نزلها الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز له أن يعمد إليها الآن في صورتها المحرفة ويعمل بها، لأن القرآن هيمن عليها ومهيمنا عليه. هيمن اش معنات هيمن؟ قبط داكشي كله اللي في التوراة واللي في الإنجيل واللي في الزبور كله قبطه ونزله هنا في هذا الكتاب القرآن العظيم، فيه التشريع وفيه القصص وفيه الوعظ من كل ما كان في كتاب الله التوراة وكل ما كان في كتاب الإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، كل ذلك موجود في القرآن الكريم. القرآن كتاب معجز، راه من الإعجاز دياله أن نجمع الكتب السماوية كلها في أوجز عبارة. مصاحفها كتطبع دابا متداولة، يعني العدد الصفحات ديالها واحد 300 صفحة أو تزيد أو تنقص قليلا أو 400 صفحة، فيها الكتب السماوية كلها كاينة تما مضمنة هناك. وقد ثبت هذا في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام وإشارات واضحة من القرآن الكريم. القرآن الكريم ذكر إشارات من هذا، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، وغير ذلك كثير في كتاب الله جل وعلا. وأيضا الحديث ديال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرناه شحال مرة، أعطيت مكان التوراة السبع الطوال، يعني من البقرة حتى التوبة ذوك الصور الكبيرة كلها تما كاين التوراة، ومكان الإنجيل المثاني، يعني هذيك الصور اللي جايه في الوسط وكتثني، يعني كتجي بين المئين، يعني كتكون صوره فيها 100 ومن وراها واحد الصوره تنقص عنها كتلقى 50 60 الى اخره، تقريبا بحال صوره الرعد مثلا بحال داك الاشكال، هذيك كتلقى فيها الحقائق اللي كانت في الانجيل. والزبور اعطي مكانه عليه الصلاه والسلام المئين، يعني ذوك الصور اللي فيها 100 100 100 110 120 105 99 بحال صوره الكهف وما يشبهها. وفضلت بالمفصل، يعني المفصل اللي هو تقريبا من الحجرات وقيل من سورة قاف حتى القول عذب رب الناس، حقائقه الإيمانية في أغلبها، في أغلبها ليس جميعها، في أغلبها كلام ما أنزله الله من قبل، ما كيعرفه لا اليهود لا النصارى، ما كانش من قبل، نزلوا جديد، يعني كلام الله قديم لكن أنزله جديدا، يعني جدته في إنزاله، لكن هو كلام الله القديم قطع لشك في هذا من ناحية العقدية كله. فإذا القرآن الكريم راه جمع كل شيء. شحال واحد كيقول في الخيال دياله وكيفاش واحد العرام ديال الكتب تجمع في كتاب واحد، وهذاك راه رب العالمين كتضرب له الحساب، يعني رفض له الهم هو سبحانه وتعالى كيفاش غيدير. هذا هو الإعجاز، يعني وحقيقة والله لا أشياء عجيبة جدا. يعني هذيك آية المواريث يوصيكم الله في أولادكم، هذه اليمات كانت تأملها سبحان الله العظيم، لو أنه تعطى لي ولا لي كل لأي واحد، وتبغي تعطي الأنصيبة كل واحد تعطيه حقه وتعبر على ذلك شيء، خصك واحد ستة ولا سبعة ديال الصفحات تكتبهم، ورب العالمين جابها في أقل من صفحة آية المواريث، أقل من صفحة،
يعني الأنصبة الرئيسية سبحان الله العظيم في أوجز عبارة، وتلقى ذاك التعبير مركز مركز بواحد شكل عجيب جدا. والقرآن كله كذلك، ويصوغ لك الحقائق الحسابية الرياضية بأسلوب فيه ندى وطراوة، يعني لأنه معروف سبحان الله العظيم الأمور اللي فيها الأرقام يعني التعبير دائما كيكون فيها مخشب خشين، يعني الأساليب العلمية عموما يعني كتكون أساليب ما فيها شيء، ما فيهاش ليونة، ما فيهاش انسياب وسيولة، إلا القرآن الكريم سبحان الله العظيم يعني فين ما كانت التعبير ديالو تعبير يعني عالي رفيع، فيه من كل ما أنزل الله من الجماليات والكماليات التي تليق بجلاله جل وعلا وجماله سبحانه وتعالى. ولهذا القرآن كان جامعا لكل ما كان عند اليهود والنصارى، ويعرفون أن حقائق الإنجيل وحقائق التوراة هي عينها التي هي في كتاب الله جل وعلا القرآن. فلما جاءهم ما عرفوا شي حاجة اللي غريبة عليهم، عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين حقيقة فعلا. ولهذا كان بغيهم بغيا غريبا، وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا، نؤمن بما أنزل علينا. شوف سبحان الله العظيم التعبير كيفاش داير الله تعالى، يعني كأمر سيدنا محمد وأمر الصحابة يقول لهم قولوا لهم أمنوا باش بما أنزل الله، ياك هذا الإنجيل أنزله الله، التوراة أنزله الله، إوا آمنوا بما أنزل الله. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله والقرآن مما أنزل الله، اش كيقولوا هما؟ قالوا ماشي قالوا نؤمن بما أنزل الله. علاش ما قالوش نؤمن بما أنزل الله؟ لأنهم عارفين بأن القرآن أنزله الله، ماشي ما كيعترفوش بها، عارفينها ولكن كفروا ما بغاوش يقولوها. قالوا نؤمن بما أنزل علينا، أما ما أنزل الله لا ما بغاوش يأمنوا به. علاش؟ لأن فيه القرآن وما بغينش القرآن. يعني كلام خطير جدا يدل على واحد الكفر مكعب. قالوا نؤمن بما أنزل علينا وربي علق عليهم قال ويكفرون بما وراءه، مع أن ما أنزل عليهم وما وراءه اللي هو القرآن الكريم كله أنزله الله. ولذلك حتى هذه الكلمة ديال الحق ما قدروش يخرجوا على لسانهم وما قالوش نؤمن بما أنزل الله، لأن كان ممكن يخرجوا نفوسهم بواحد الطريقة ولكن يعني ملقوها ما تاكلش ليهم، يقولوا نؤمن بما أنزل الله ولكن هذاك القرآن ما يدخلوش فيما أنزل الله. ولكن الدرجة ديال القوة ديال القرآن قوة قوي قوي قوي، حتى أنهم عارفين ما غاديش تاكل لهم هذه الهضرة هذه، يقولوا هذا ما أنزل لم ينزله الله، شافوها ما خدماش، فقالوا يعني عارفين بأنه أنزله الله ولكن باش يخرجوا نفوسهم قالوا ودي نؤمن بما أنزل علينا، نؤمن يعني بالذي أنزله الله علينا، أما عليكم لا. قالوا نؤمن بما أنزل، وبنوا للمجهول حيد الفاعل اللي هو الله تعالى، فبقيش خبث حال هذا وراه هاد أسوأ الأحوال النفسية في الكفر، راه كتبدأ من حبة صغيرة، كتبدأ من حبة صغيرة لا أحد منا بريء منها، البراءة التامة الكاملة إلا برحمة الله، وهي الهوى. الهوى، نسأل الله العافية لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما، وآخر دعوانا الحمد لله رب.